بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 17 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا بضيف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام، رمز لاسمه بأبي عبد الله من الدمام، يقول: ما هو التبذير، وهل هناك تبذير محمود وتبذير غير محمود، وهل التبذير شامل في كل الأحوال وكل الأعمال الدنيوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا أمر بالاعتدال بين الإسراف والتبذير، وبين التقتير والبخل، وبين التبذير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والتبذير هو إنفاق المال في غير منفعة دينية ولا دنيوية، هذا تبذير. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. فإنفاق الأموال في غير منفعة دينية ولا دنيوية هذا هو التبذير، كإنفاقه في الملاهي والنزهات المحرمة والأسفار المحرمة، أو بذله في ما لا ينفع، هذا هو التبذير، لأن المال له حرمة وهو وديعة عنده، ابتلاك الله وامتحنك به لتتصرف فيه تصرف المحمود أو المذموم، فهو ابتلاء وامتحان، وهو مال الله سبحانه وتعالى ابتلاك به واستخلفك فيه فأحسن فيه. أما الإنفاق في وجوه الخير ولو كثر فهو ليس تبذيرا، وأما الإنفاق في وجوه الشر فهو تبذير ولو كان فلسا واحدا، هو تبذير. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سعد اليحيى، بعث بقول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل هذا يشمل الاحتكار لبعض المواد خاصة الغذائية؟ هذا لا يشمل الاحتكار، هذا للتطفيف وهو نقص المكاييل والموازين، إذا باع على الناس فإنه يبخس الكيل والميزان، هذا هو تطفيف. ويل للمطففين، من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس، فإذا تطفيف هو نقص المكيال، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون الميزان. الله جل وعلا قال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك أمة من الأمم بسبب بخسها للمكاييل، وهم قوم شعيب، أهلكهم الله بذلك، لأن هذا من الظلم للناس. وجل وعلا قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الواجب على المسلم أن يوفي الناس حقوقهم كما أنه يحب أو يأخذ حقه منهم كاملا، فلماذا ينقصهم حقوقهم؟ وأما الاحتكار هذا شيء آخر. الاحتكار هو الذي هو احتكار، هو تخزين، هو تخزين السلع الضرورية التي الناس بحاجة إليها، الملابس والمآكل والمشارب التي يحتاجها الناس، لأجل أن يضيق عليهم ويبيعها بثمن مرتفع. فتخزين هذه الأشياء التي يحتاجها الناس هذا هو الاحتكار المذموم. أما الأشياء التكميليات هذه ليس فيها احتكار، إنما الاحتكار في الأشياء الضروريات. نعم. المستمع عبد الله من الرياض يقول: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟ لا يتلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء ولا في الصيام ولا في غيرها من العبادات، لأن النية عمل قلبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله ليس بحاجة إلى أنك تخبره أنك تنوي كذا، الله يعلم ما في قلبك. ولا تعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم، الله ليس بحاجة إلى أنك تخبره عما في قلبك، هو يعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم ما تسرون وما تعلنون
والله عليم بذات الصدور. نعم. وهل يشمل هذا الصيام حفظكم الله الفرض والنافلة؟ يشمل الصيام كل العبادات لا يتلفظ بالنية في بدايتها، لأن الله لم يشرع له ذلك، وليس هذا له حاجة، لأن الله يعلم ما في قلبك، حتى ولو تلفظت وقلبك ليس كذلك الله يعلم الكذب الذي تقوله. نعم. من أراد صيام شهر رمضان المبارك هل يلزمه أيضا النية داخليا؟ النية في كل العبادات، لا تصح العبادة إلا بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا تصح العبادة إلا بالنية، لكن النية لا يتلفظ بها، تكون في القلب سرية بين العبد وبين ربه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل خالد من جدة يقول ما الحكم إذا شك الإنسان هل انتقض وضوءه أم لا؟ إذا كان على وضوء وشك هل انتقض وضوءه أو لا، وضوءه باق، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجده الإنسان في صلاته أنه يخيل إليه أنه أحدث، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. تحقق اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مأخوذة من هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل الشيخ صالح يقول كيف أحذر من الوقوع في الربا حيث أنني أجهل بعض الأمور المالية والعملية وخاصة في الوقت الحاضر؟ تعلم يا أخي، تعلم أحكام المعاملات، واسأل عما أشكل عليه، واسأل الله جل وعلا التوفيق أن يغنيك بالحلال عن الحرام، هذه أسباب تجنب الربا والغش والقمار وغير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا حفظكم الله يسأل يقول ما هي المواضع التي ترفع فيها الأيدي حذو المنكبين أو الأذنين في الصلاة، وهل يكرر هذا الرفع في الصلاة كلها أم في الركعة الأولى فقط؟ عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنه، وعند الركوع أيضا كذلك، وعند الرفع من الركوع. نعم. وذكر العلماء أو بعض العلماء موضعا رابعا، وهو إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه، وهذا سنة، هذا من سنن الصلاة الفعلية. نعم. نعم. بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله أبو معاذ من جدة يقول هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأمه؟ لا، زكاة الفرع لا تصح للأصل، والعكس لا تصح زكاة الأصل للفرع، لأن كل منهما يجب عليه أن ينفق على الآخر إذا احتاج، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا هل يقول أنا أملك أواني منزلية كثيرة، منها ما هو للاستعمال اليومي ومنها ما هو للضيوف وغيره، وهي كثيرة في منزلي وأيضا في بعض محلاتي، هل عليها زكاة؟ لا، الذي للاستعمال أو للقنية ليس عليه زكاة، إنما الزكاة فيما يعد للبيع، السلع التجارية التي تعد للبيع، أما المقتنيات والمستعملات فليس فيها زكاة. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول حفظكم الله نظرا لضيق اليد والحال ماليا فإنني لا أستطيع الزواج، فماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ أنصحك بالصبر والدعاء إلى أن ييسر الله لك الزواج، قال الله جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات، قول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وورد في مكان آخر قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ففي الأولى اشترط العدل للزواج بأكثر من واحد، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؟ لا يا أخي، لأن العدل الآيتين مختلف، المراد العدل الذي يملكه الإنسان، هذا هو الواجب، خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا العدل الذي يملكه الإنسان ويستطيعه، وهو العدل في النفقة والكسوة والمبيت، وهذا العدل، العدل والمسكن، أربعة أشياء، العدل في النفقة، العدل في المسكن، العدل في الكسوة، العدل في المبيت، هذه هي التي يستطيعها الإنسان، وهي التي قال الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما العدل الذي لا يستطاع فهو المحبة في القلب، فلن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في المحبة في القلب، لأن القلب بيد الله سبحانه وتعالى، قد يحب بعض نسائه أكثر من بعض ولا يلام على هذا، لكن لا يحيف مع المحبوبة، بل يعدل معها غيرها من النساء. النبي صلى
الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهو المحبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم نادر تقول: أنا معلمة وتقدم لي أحد الأقارب، لكنني سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من حيث مستقبل الأطفال وغير ذلك، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هذه شائعة لا أصل لها، الزواج من الأقارب لا بأس به ولا محذور فيه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابنته فاطمة وهو ابن عمه، وكان الصحابة يتزاوجون بين الأقارب، والأصل في هذا الإباحة والحمد لله، ولم يثبت دليل يمنع من تزويج الأقارب أو يحذر من ذلك، إنما هذه شائعات عند الناس، وربما يكون هناك مغزى للذين يريدون أن يقللوا الزواج بين المسلمين ويقللوا النسل بين المسلمين، فيروجوا مثل هذه الشائعة، مثل قولهم بتحديد النسل والنهي عن، ينهون عن كثرة النسل وأن هذا يسبب الفقر، وهذا اعتقاد الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر. الله جل وعلا يرزق كل نفس، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أحسن الله إليكم. سعيد الحكمي من جزان يقول: ما حكم إجبار الوالد ابنته على الزواج؟ لا يجوز إجبار البنت على الزواج، ما تتزوج إلا برغبتها، لا البكر ولا الثيب، هذا الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا شخص رمز لإسمه بصاد ميم عين، يقول أنه أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث، فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة، ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعله هذا؟ هذا لا يجوز، لأنه خيانة للزوجة ولوليها، لم يخبرهم بذلك، وأخبرهم بذلك ربما لا يرغبون هذا، هم زوجوه وتزوجته المرأة للبقاء معه والقيام عليها، فلا يجوز هذا العمل، هذا خيانة، ويشبه المتعة، هذا فيه شبه من المتعة المحرم بالإجماع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي على زوجها المتوفى في المسجد؟ نعم، لا بأس، صلي عليه وحدها أو مع الناس، لا بأس إذا تدعو له. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول محمد صديق، يقول: ما رأيكم في غلاء المهور والإسراف في حفلات الزواج، خاصة الإعداد لما يقال عنه شهر العسل بما فيه من تكاليف باهظة، هل الشرع يقر هذا؟ هذا من الإسراف المنهي عنه، فلا يجوز هذا الإسراف. أما المهر فهذا حق للمرأة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فهو حق للمرأة، ولم يرد دليل على تحديده لا من حيث القلة ولا من حيث الكثرة، بل صح، بل كل ما يصح أن يتمول وينتفع به فإنه يكون صداقا، ولكن الأولى تخفيف المهور، تخفيف الكلف، أن هذا فيه تيسير للزواج، وفي كثرة المهور والإسراف والبذخ هذا تعسير للزواج وعرقلة للزواج، وفي الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وربما يكون زيادة المهر والمبالغة فيه سبب للبغضة بين الزوجين، لأن الزوج يتبرم منها ويكرهها بسبب أنها كلفته ويعدد عليها ما بذل، بخلاف ما إذا تيسرت له بدون كلفة إن هذا مما يرغبه فيها. نعم. أحسن الله إليكم. أسعد صديق سوداني مقيم في المملكة يقول: ما حكم الحلف بغير الله؟ حكم الحلف بغير الله حرام، وهو شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك، لكنه من الشرك الأصغر، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهو حرام ونوع من أنواع الشرك، وعلى المسلم أن يترك الحلف بغير الله. نعم. أم أحمد من الدمام تقول: ما هي أهم الأمور التي على أساسها تختار الفتاة زوجها، وهل رفض الزوج الصالح لأغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله؟ لا شك أن اختيار الزوج عليه مدار كبير، واختيار الزوجة كذلك عليه مدار كبير، وأعظم ما يكون سببا للاختيار الدين، وأيضا العفة والحياء، يعني أعظم ما يرغب في الزوج أن تكون دينة متمسكة بدينها،
أن تكون عفيفة محصنة نزيهة في عرضها، هذا أعظم ما يرغب في المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بارك الله فيكم. بدر السعيدي يقول: ما هي أركان عقد الزواج؟ أركانه اثنان: الإيجاب والقبول. الإيجاب الصادر من الولي، والقبول الصادر من الزوج أو من وكيليهما، وكيل الولي أو وكيل الزوج، هذا هو أركان الزواج. سؤاله الآخر يقول: هل يصح عقد النكاح على المرأة وهي حائض؟ لا بأس بذلك، إنما المحرم وطؤها. قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيعقد عليها وهي حائض لكن لا يجامعها حتى تطهر وتغتسل. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: نحن مجموعة من الفتيات تأخر زواجنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأزواج الصالحين. تقول: بارك الله فيكم، في صبرنا هذا هل نحن على أجر، أم نحن إذا تسخطنا قد أثمنا في ذلك؟ نعم، التسخط لا يجوز وفيه إثم، والصبر والدعاء لا شك أنه هو المنهج السليم في هذا، ولا تيأسنا وأكثرنا من الدعاء، وأيضا لا تتصعبنا في القبول الأزواج وتردنا أزواجا نادرين في الناس. الأمثل فالأمثل، الزوج الذي فيه دين هذا فيه خير، ولو كان فقيرا ولو كان عنده بعض النقص، لكن الدين يجبر ما عنده من النقص، وكل نقص فإن الدين يجبره، وكل كسر فإن الدين يجبره، وليس لكسر قناة دين جبرانه. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال، حيث تقول السائلة: زوجي لا يعطيني مصروفا أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانا بدون علمه، فهل علينا ذنب؟ ليس عليكم ذنب، إذا أخذتم قدر حاجتكم فلا ذنب عليكم، لأن هندا رضي الله عنها، هند بنت عتبة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر ومن